ايضا لبنان المغترب بينوجع مثل لبنان المقيم، لانه اليوم عم نشوف بكل العالم على كل مواقع التواصل ما بنشوف الا لائحات بالادويه بالمساعدات من ناس من لبنانيين منهم بلبنان عم بيحاولوا قد ما فيهم يقدموا هالمساعدات. بينضم لإلي رجل الاعمال اللبناني فيليب زيادة لشوف كيف يمكن لبنان ان يساعد بهالفتره بالذات بازمه لبنان الحاليه. صباح الخير استاذ فيليب. صباح النور. نحن انا عندي مساء الخير. خير. اهلا فيك. قبل كل شيء وبعرف انه انت يعني من الناس يلي يعني غيرتهم على لبنان كبيره، نسيلي كل اذا بدك التايتلز وكل الاشغال اللي بتعملهم وكل النجاحات اللي بتعملهم كمواطن لبناني، لما بتشوف تكرر بعد 4 آب شيء اللي صار من يومين، شو الشعور اللي حسيت فيه؟ شو الوجع اللي حسيت فيه؟ بغض النظر عن كل اذا بدك يعني الاعمال يلي بتقوم فيها او اذا بدك النتوركينج والتشبيك يلي بتعمل فيه، شو بتحس لما بتلاقي انه هالناس يوم بعد يوم عم تتحول الى اشلاء وتموت؟ اكيد بتحس بزعل كثير كبير، بس انا رح اقول لك احساس غريب، هو الفشل. بتحس بالفشل ككل واحد لبناني، بتعتبر مثل ما بلبنان قد ايه كلكم زعلانين، كل واحد من الشعب اللبناني زعلان، كمان بحس بالفشل، بحس بالغلط اللي غلطناه على مدى السنين يلي قطعنا فيها قبل، انه كان لازم نغير من قبل، ما كان في ضروره ننطر هالقد ليقدر للشعب يقوم ويقرر انه يغير، لانه مش مقبول ابدا الوضع. سو حسيت بالزعل وبالفشل. سيس فيليب، اليوم جزء من يعني اعتماد لبنان على اولاده يلي بكثير من المراحل اذا بدك هيك كانوا صوره حلوه ومشرقه عن لبنان، ودائما بنتغنى انه ليكون لبناني وين ما كان ناجح وواصل. اليوم يبدو انه لبنان ايضا المغترب له دور بمساعده لبنان بهالازمه يلي عم بتصير. كيف؟ شو الاليه؟ شو الطريقه؟ شو عم بيصير؟ ليك لبنان بالنسبه للبنان المغترب هو ثروته الحقيقيه، لا النفط ولا الغاز. المغترب اللبناني وحده اذا بيركز مزبوط بيعرف يشتغل بيقدر يخلص لبنان هلا من مشكلته. ونحن بالنسبه لنا كمان ثروه لبنان هي الطاقات الشبابيه اللي بلبنان. واليوم انا بطلب كل واحد، اكيد كلنا عم نساعد قد ما فينا، وكل واحد عم بيقدر يساعد لازم يساعد، بس الاهم من المساعده هو الاستثمار. اليوم نستثمر بالشباب اللبناني هو الطريقه الوحيده اول شيء لنعطيهم امل، واذا نحن بدنا نقدر نستمر ونضل نساعد لمدة طويلة بدنا نكون عم نستثمر ونعرف القدرات الشبابية اللي عنا قد ايه بتفيدنا نحن كمغترب. يعني نحن بلبنان كان عنا مكتب من سنتين، هلا صار عنا 4، لأنه اليوم الشاب اللبناني هو ثروة لإلنا، وهو قد ما نحن عم نساعده هو بعد بيساعدنا أكثر، لأنه العزيمة والقدرة اللي عنده والطاقات اللي عنده وحب النجاح وعصاميته على الشغل وعلى أنه ينجح، هو بيقدم طاقات كثير 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 مهمه لنا بالاغتراب. وهون لازم اللبناني المغترب